اهدي حبيبتي اهدي اهدي بسم الله الحياه تقع الحياه تقع انا موته لا لا يا حبيبتي تموت ده ايه احنا لينا بركه الا بنتك اهدي انت بس اهدي وروقي ده حبيبتي تقع الحياه امي تقع عشان خاطري معلش معلش مش عادة مين اشوف بنتي اوعي يا توحة اوعي اشوف بنتي في ايه في ايه الحالي حضرت الظابط الحالي الحمد لله زكيت الحالي ما تقلقيش انا جنبك ما تقلقيش خطفوا بنتي خطفوا بنتي يا حضره الظابط انا مش عايزاك تكون جنبي انا عايزاك تلحقها الحقها طب قولي لي بس ايه اللي حصل عشان اعرف الحقها خطفوها يا حضره الظابط خطفوها مين دول اللي خطفوها عصابه دخلوا علينا البيت وقتلوا الجنايني وقتلوا الصغيرين كلهم طب الحمد لله ربنا ستر الحق الحق ارجوك رجعلي بنتي خطفوها قدام عيني طب وانت كنت فين ساعتها انا كنت هنا كنت في الاوضه دي كنت بلعب على البيانو ده اللي قدامك ده وهي هي دخلت عليا حبيبتي وهي خايفه ومرعوبه وبتقولي الحقيني يا بابا الحقيني يا بابا وفجأة العصابة دي دخلت علينا البيت دخلت علينا البيت وخطفوها خطفوها بعيني خطفوها قدام عيني وانا حاولت اشدها بايدي حاولت لكن ما قدرتش والله ما قدرتش اخدها منه ما قدرتش الحق يا حضرة الظابط الحق ارجوك البنت كانت بتصرخ قوي وبتقول للعيني بتصرخ وبتقول الحق الحمد لله هادي الشنطة وتعالي احكي لي ايه اللي بيحصل هنا حاضر يا دكتور ما اعرفش يا دكتور وربنا ما اعرف يعني ايه ما تعرفيش يا توح ما الوضع كان تمام وزي الفل تجيبوني في عز الليل كده على نوبه حياه غريبه في كل الحالات حتى الست الطيبه اللي ربنا هديها بقالها كام يوم ما بتحلمش تقوم على كابوس لا مش النوبه دي بس وربنا هي جالها كابوس من يومين بس ما كانش جامد كده يعني توحى شغل الله ده مش هيسلك معايا في حاجه مش طبيعيه حصلت النهارده ايه بقى بص يا دكتور حسن اصل هلا يبقى الموضوع في دكتور شوقي لو النبي ابوس ايدك يا دكتور حسن انا مش حمل الدكتور عواصف ومشاكلها دي قرصتها والقبر بقى كده يا توحى يرضيكي تجيبيني على ملا وش كده والف على كل الحالات واكشف عليهم وانا مش فاهم اي حاجه وانت عارفه وساكته طب والمصحف الشريف انا استاهل الحرق يعني ده جزاتي برضو انا ما هنش عليا اسيبهم في الحاله المقندله دي وكلمت حضرتك على طول يا بنت يا غبيه انت مرعوبه كده ليه عمرك قلت لي سر وفهمت عليكي؟ لا النوبة دي بقى غير كل مرة الدكتورة عمري ما شفتها مشدودة للدرجة دي محرج علينا محدش ينطق ليه يعني ايه الجديد بقى؟ هي دي أول مرة تسيب اللي اسمه شوق الزفت ده عليهم؟ عمل فيهم ايه تكلم؟ لا 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 الدكتور شوقي ما هوبش ناحيتهم المرة دي الوش ده كله تحت راس الحالة الجديدة الحالة الجديدة؟ دخلت متخدرة الساعة 8 بالليل ويدوب ساعة زمن وفاقت وهاجت وكسرت الدنيا دخل عليها الدكتور شوقي نفضها بالكهرباء نفضة منيلة لما كانت هتفتص في ايده بعد عنها صرختها كانت زي الرعد جايبة القصر كله وعنها بقى صحابنا سمعوا الصوت من هنا وهاتك يخبط على البيبان وتهليل ودربكة محدش كان قادر عليهم رايح فين؟ انت خايفه من ايه يا غبيه انت؟ لا ده انا اخاف واترعب واموت في جلدي كمان. البنت هناء المتعظه المفقعه دي شافتني وانا بكلمك والبلوه دي لو فقت دلوقتي هيعرفوا ان انا اللي دخلتك هنا. تكتهي في ملابسك. دي بلوه دي.
أنا أول مرة أشوف نور الشمس طالع في الكهف الملعون ده. ما دي هصة وحلوة قوي. طب حضرتك اقعد تشمس هنا براحتك، وأنا هرجع توي نفسي في الخن الملعون. منين يا شوقي؟ منين جالك قلب اتقطع في عصفورة ملونة زي دي؟ دلوقتي بس اتأكد إنك مش بني آدم. أنت مين؟ إيه اللي جابك هنا؟ وأنت مالك؟ أنت قطعت أجازتك وجاي تستجوبني؟ أنا مش ظابط يا دكتور عشان أستجوب حضرتك، أنا دكتور. أيوه. سمعني بقى السي في بتاع حضرتك وبطاقة الوصف الوظيفي اللي بسمعها كل مرة، ماجستير في الطب النفسي ودبلومة في الذهان والهوس الاكتئابي والشيزوفرينيا. طب كويس والله حضرتك حافظة اهو. ده أنا كنت قربت أنساهم والله يا دكتور. أنت عايز تجنني يا حسن؟ أنا مش عايز أجننك يا دكتور، أنا الدكتور هنا. أنت موظف يا حسن، موظف في المصحة دي وبقرار مني أنا. أنا اللي ساعدتك وجبتك هنا تشتغل بمرتب ما تحلمش بيه. ولولايا أنا كان زمانك بتمضي في حضور وانصراف في العباسية وآخر اليوم مندوب مبيعات. والله بجد؟ طب خلاص نحرق ورقنا بقى ونعد على بعض الجمال والخدمات. أنا ما قصدتش أجرحك، بس برضو لازم تفهم إن أنا مش جايباك هنا عشان ترضي ضميرك المهني ورسالتك الإنسانية. أنا جايباك هنا عشان واثقة فيك وفي أمانتك. المكان هنا حساس وفي منتهى الخطورة، ووقت الخطر لازم ولاك يبقى ليا انا، مش للحاله اللي تصعب عليك. ما هو ده اللي انا قصدته بالظبط يا دكتور. وده ازاي ان شاء الله؟ بانك تقرر العمال والممرضات تتكسس على شغلي؟ عشان خايف عليكي. وده ازاي بقى؟ حضرتك قلتي لي ان اللي دخلت دي بنت واحد من اهم الشخصيات العامه في البلد. مظبوط. موقف حضرتك ايه بقى لما الحاله دي تخش على ترولي وتخرج في صندوق؟ صندوق؟ ايوه يا دكتور، كان بينها وبين الموت دقايق ويمكن ثواني كمان. دكتور شوقي عرضها لست جلسات كهرباء وهي لسه خارجه من عمليه جراحيه كبيره. ما عملش كده من نفسه. شوقي كلمني قبل ما يشتغل على الحاله وقال لي ان المخدرات اللي في جسمها مش مديه فرصه لاي مهدئات. كان في مليون طريقه غير الصدمات الكهربائيه يا دكتور. المليون طريقه بتوعك عارفاهم كويس وما ينفعوش لحاله هستيريه زي دي. طب عموما بقى كل الحالات الهستيريه اللي كانت حاصله بسبب سريخ سلمى مش انا برضو اللي هديتها بطريقتي؟ الاختلاف كبير. ولا اي اختلاف يا دكتور، صدقيني والله انا لا متعاطف مع سلمى ولا اي حاجه، على العكس انا واخد منها موقف ومش مرتاح لها كمان. بنت مدمنه ومستهتره، هو في حد بوظ البلد غير الاشكال دي؟ الحقيقه يا دكتور. في يا ناصر؟ هذبحها قدام عينيك ويا كلاب. اهدي يا سلمى، مش معقول كده يا حبيبتي. اهدي يا ست الكل، واللي انت عايزاه احنا هنعمله دلوقتي حالا. سامعين؟ حالا حالا كل حاجه هتحصل، كل اللي انت عايزاه هيحصل وحالا. بس بقى خليك بعيد، المقص اهو اللي بيحصل هنا مش هبل ولا تهويش، والله العظيم هقتلها ومحدش منكم هيقدر يحاسبني. طب تتصرف يا دكتور، مفيش وقت. هتصرف ايه؟ مش انتوا اللي عاملين المصيبه دي؟ البنت دي لو حصل لها اي حاجه زبها في امانتكم. واحنا عملنا ايه بس يا دكتور؟ عملت ايه؟ مش انت امبارح سهران بتشرف على التعذيب الانسه سلمى والبنت اللي بتموت في ايدها دي؟ عايزين بعد كده ايه؟ تقول لكم حصل خير ومتشكرين قوي؟ انسى. انسى ايه؟ انسى الهري اللي بتقوله ده ووفر شطارتك للمجانين بتوعك يا دكتور، لان انا مش مجنونه. انا عارف انك مش مجنونه يا سلمى. هيبقى قصه عبث زيهم؟ طب ماشي، هوديك معاهم في 60 داهيه، كلكم هتترموا في السجن بتهمه خطف بنت شريف الخولي. خطف؟ خطف ايه؟ قلت لك انا مش مجنونه. انت عارف كويس قوي ان انا اتخطفت، مرات ابويا خطفتني من وراه وجابتني هنا من غير ما يعرف عني اي حاجه. الكلام اللي انا سامعه ده يا دكتور؟ ايه الكلام اللي انت سامعه يا دكتور؟ انت بتصدق التخاريف دي؟ انا بخرف؟ ماشي، كلمي بابا دلوقتي حالا، كلمي وخليه يكلمني. مش هو اللي جابني هنا؟ هتشوفوا هيعمل فيكوا ايه. كلميه. اكلم مين بس يا دكتور؟ كلمي شريف بيه. انا ما معيش تليفون. والله حلوه قوي دي. معقولة صحيح؟ معكيش لا تليفونات ولا بيانات؟ أبوها اللي دخلها هنا؟ فيها إيه دي؟ الراجل بياناته سرية ومش عايز حد يعرفها، كل واحد حر. هو حر؟ طب أنا كمان حر يا دكتور. حر يعني إيه يا دكتور؟
يعني مستغني عن مرتبك وعن الوظيفه بتاعتك دي كمان. انت فين يا دكتور شوقي؟ مالك يا مصر؟ في ايه؟ الدنيا مقلوبه، لازم تيجي حالا. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا دكتور؟ زي ما حضرتك سمعت كده بالظبط. انا كنت جاي هنا عشان اخدعها بكلمتين عشان تهدى. طلع ان انا اللي مخدوع. مخدوع يعني ايه يا دكتور؟ لو مش عارف تتعامل مع الحاله نشوف دكتور شوقي، البنت بتموت. حاله ايه دي؟ مش حاله يا دكتوره، دي واحده مخطوفه داخله هنا بشكل غير قانوني والشواهد كلها واضحه. استنيته لما خدت اجازتي ودخلتها من غير بيانات ومن غير اي حاجه، ونازلين فيها صدمات كهربائيه. ده مش علاج نفسي، ده شروع في قتل يا دكتور. شروع في قتل؟ واحد الله واحد الله. استنى انت، اسكتي. المفروض ان انا اصدق اللي بيحصل ده؟ شوف يا انسه سلمى بقى، تصدقي ما تصدقيش دي حاجه تخصك. انا تعبت من المكان ده وفقت خلاص على ايديك انت. ونصيحه مني ما تسيبش البنت دي من ايدك لحد البوليس ما يجي. بوليس؟ اللي هو جابر عطوان. اهلا سعاده الباشا. افتح يا ابني. ثانيه ابلغ اداره سعادتك. انا قلت افتح الباب. افتح الباب. باشا نورت يا باشا. اهلا. ايه دي مريضه دي؟ لا يا فندم، دي هناء زميلتنا هنا. كانت هتتدبح من شويه بس ربنا لطف الحمد لله. هات البنت دي وخليها معاك. تمام سعادتك. فين الدكتور عواطف؟ اتفضل يا فندم. انا اقصد يا فندم اتصل وقدم البلاغ ده. ده بلاغ سخيف جدا يا فندم. سخيف يعني ايه يا دكتورة؟ اقصد اللي اتصل وقدم البلاغ ده دكتور نفسي هنا في المصحة، حصل له ضغط عصبي بسبب الحالات اللي بيعالجها. ايوه بالظبط كده سعادتك، فجأة تهيأ له حاجات مش طبيعية وتعرض لحالة هياج وصمم ان يبلغ البوليس. في الحالة دي يا فندم احنا ما نقدرش نمنعه. انت مين بقى؟ شوقي فهيم يا فندم، شغال هنا في المصحة، دكتور نفسية بس الحمد لله سليم. هيبان انت شوقي بقى بتاع التعذيب. تعذيب؟ البلاغ اللي متقدم فيكم بيقول كده. يا فندم احنا مصحة نفسية محترمة ومرخصة وكل شيء عندنا طبيعي. مش انت اللي تقولي كده يا دكتورة، انا بس اللي احدد اذا كان الوضع هنا طبيعي ولا مش طبيعي. تحت امر سعادتك. واضح انك مش واخدة بالك من خطورة الموقف. انا مساعد مدير امن يا دكتورة، مش ضابط صغير جاي ياخد كلمتين ويلا. البلاغ اللي متقدم فيكم مسمع في الوزارة كلها. يا فندم انا اقصد كلام خلص. هتقولي البنت اللي خطفتوها دي حالا. أنا مش لاقية كلام أشكرك بيه. أكتر من كده؟ كفاية لمستك دي أكبر من أي كلام. هما وصلوا لبابا ولا لسه؟ آه اتصلوا بيه لقوا تليفونه مقفول. طلع إن هو في شرم الشيخ. أكيد هيوصلوا له يعني. بس المهم دلوقتي في رتبة من الداخلية جاية عشان تتحقق من شخصيتك قبل ما يكلموا بابا يعني. انت راجل بجد يا دكتور حسن، راجل وشهم وبطل حقيقي. انا ما عملتش غير الواجب. وانا مش غبيه يا دكتور، عارفه كويس ان اللي عملته هيأذيك ويورطك في مشاكل كتير، بس انا لازم اساعدك. تساعديني انا ازاي؟ انا عمري ما طلبت من بابا يساعدني بقوته وعلاقاته، بس المره دي هيحصل وهتخرج من الحوار ده كانك ما دخلتوش، وهتشتغل في المكان اللي انت عايزه. سلمى انا ما تكملش كلام، لاني هعمل كده بمزاجك او غصب عنك.
انت سلمى اخويا؟ ايوه. تعالي معايا الباشا عايزك. حاضر. لو سمحت ممكن احضر معاك التحقيق؟ ممنوع حضرتك. ما تقلقش يا دكتور، انا مش صغيره وعارفه هقول ايه وهخرجك من القصه دي. يلا يا ستي مفيش وقت، يلا. دكتور حسن هو اللي قدم البلاغ مش كده؟ بالظبط يا فندم. ده دكتور محترم وفي منتهى الشهامه وهو اللي انقذني. حاضر يا ستي، احنا هنعتبره شاهد ملك ومش هنتهمه باي حاجه. ميرسي يا فندم، الف شكر. وفي برضه ممرضه غلبانه اسمها توحه. دي ملهاش اي علاقه. يا ستي خليكي في نفسك انت، سيبك من الناس. انا عايز اعرف حكايتك انت وازاي دخلت هنا. المجرمه رباب. رباب مين؟ مرات ابويا، هي اللي رمتني الرميه السودة دي عشان تخلص مني. اه، مرات ابوكي؟ طب هو طبيعي ان مرات ابوك تكرهك وتقسى عليكي، بس مش لدرجه انها ترميكي في مصحه نفسيه. دي مرعوبه مني عشان كشفت السر. سر؟ سر ايه؟ مصيبه، مصيبه يا اكرم، وكله بسبب مشورتك الزفت. ممكن تهدي شويه لو سمحت عشان افهم منك ايه اللي حصل بالظبط؟ توفيق حاجك اتكلم على موبايل شريف وانا اللي رديت عليه، وقال لي انه الزفته فاقت في المصحه وقلبت الدنيا وطالبه تقابل باباها دلوقتي. هعمل ايه؟ ويا ترى بقى شريف بيعرف الكلام ده؟ لا، متنيل نايم واخد مهدئات قد كده. بس مش مشكله، انا ثبت الراجل بكلمتين وقلت له ان شريف في شرم الشيخ وانه سايب موبايله معايا. طب وانت شاكه في حاجه؟ طبعا شريف لو راح لها هتقوله على كل حاجه وهتتكلم. يا اكرم في ايه؟ مستحيل، من رابع المستحيلات. وبعدين انت قلتي ان هي عارفه من 3 شهور، يعني لو كانت عايزه تتكلم كانت اتكلمت. الكلام ده لما كانت عايشه معانا طبيعي وخايفه طبعا على باباها من الصدمه. اما حضرتك دلوقتي لما تصحى وتلاقي نفسها مرميه في المصحه هتقلب الترابيزه علينا كلنا، وهتروح تقول لباباها مراتك رمتني في المصحه عشان خاطر بتخونك. فهمت؟ مش ممكن بتخونه مع السكرتير بتاعه؟ انا شفتها بنفسي، كنت سهرانه في نايت في مارينا، خرجت اشم شويه هوا على البحر، لقيت البي والهانم سكرانين وهو واخدها تحت دراعه وداخل بيها فيلا متأجره. استغفر الله العظيم، وليه ما قلتيش لباباكي؟ اقول ايه يا سياده اللواء؟ ده يروح فيها، ده انا كتمت في قلبي 3 شهور علشانه، عشان خايفه عليه. لكن لما توصل ان هو اللي يقتلني ويسيبها ترميني الرميه دي عليا وعلى اعدائي بقى، وان شاء الله يموتوا كلهم. طب اهدي 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 يا لسه. اهدي من فضلك يا سيادة اللواء، حضرتك وعدتني ان التحقيق ده سر جدا ومفيش مخلوق هيعرف حاجة. حاضر، سرك في أمان يا سلمى. مش انت لوحدك، يا أسرار كل الناس اللي هسألهم في المصحة الملؤونة. باشا؟ باشا مين؟ أنا ما أعرفش باشوات ولا أقابل باشوات عمري خالص، ما بحبهمش. أنا نظيف، أنا زي الفل، ما عملش حاجة. ما تخافش يا استاذ يوسف، ما تخافش. وانا مين قال لك ان انا خايف؟ انا ما بخافش من حد غير من ربنا. انا خايف. قوم سيب اللي في ايدك ده وتعالى. اللي في ايدي ايه؟ وانا في ايدي حاجه؟ قصدك المنشورات اللي في ايدي دي مش بتاعتي. منشورات؟ انا عمري ما مسكت منشورات ولا وزعت منشورات ولا ليا في السياسه. طيب خلاص يا استاذ يوسف، خلاص اتفضل معانا وقول الكلام ده لسياده اللواء. لواء؟ لا، انا ما بحبش اللواءات ولا عاوز اقابل اللواءات، انا عاوز اروح النيابه. يا سيدي هتروح للنائب العام ورئيس المحكمة ووزير العدل كمان، بس أعرف الأول إيه اللي جرالك عشان أعرف كل حاجة. يا باشا أنا مش هتكلم غير قدام النيابة. يا يوسف أنا جاي هنا عشان أساعدك مش علشان أظلمك. كلكم بتقولوا كده، تيجوا تجيبوا أوراقكم تملوها بالكلام اللي أنتوا عاوزيننا نقوله، وبعد كده ترموا الواحد في أوسخ معتقل. أنا غيرهم يا يوسف، أنا غير أي ظابط قابلته قبل كده. يا سلام، ده انت اسفه واحد فيهم، وهكون فاكر ان انا ما اعرفكش لا قلب ولا ضمير. انا جيت هنا مخصوص عشان عرفت ان في حد بيعذبك. اتكلم يا يوسف، قول كل حاجه، اعتبرني جاي اساعدك مش جاي اظلمك. بره يا دكتوره لو سمحتي. يا فندم ده خطر سعادتك وما ينفعش. لو سمحتي خدي الدكتور معاكي، اتفضلي بره. أظن كده تقدر تتكلم براحتك وتقول كل حاجة. يعني أقول كل حاجة؟ كل حاجة يا فنانة، أوعي تخافي من مخلوق،
الضابط ده جاي مخصوص عشان يسمعك ويرجع لك كل حقوقك. وهيجيبوا اللي قتلوني وبهدلوني يعملوا فيه كل ده؟ واحد واحد. مش معقول، انا مش قادر اصدق. انا كنت فاكره ان خلاص يئست من الدنيا كلها وهفضل مدفونه هنا بالحياه. مين قال كده؟ البلد فيها قانون وحقك هيرجع لك برضه بالقانون. غصب عني يا فندم. والله ما اقصدش حضرتك. انا بس اللي شفته كان صعب قوي، خليني اشك في كل الناس. شفتي ايه يا استاذه؟ ها اشربي كده وهدي اعصابك واحكي لي اللي حصل لك بالظبط. يعني انا لو حكيت لك اللي حصل هتكتب كلامي كله في محضر رسمي؟ كل حرف هتقوليه هثبته قدامك رسمي وهتمضي عليه. ايوه بس دول ناس فوق قوي وعلاقتهم فظيعه، يعني ممكن ياثروا عليك ويجيبوها من فوق ويسافوا كل حاجه. ان شاء الله يكونوا واصلين لرئيس الجمهوريه، محدش هيرحمهم مني. اذا اتاكدت من كلامك بس لازم تتكلمي. دول قطعوني يا سياده اللواء، دمروني، شويه كل حته في جسمي. انا لولا ستر ربنا كان زماني مت من زمان. يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب، هما مين دول يا سيدي؟ قلنا ما ينفعش ما ينفعش. جاك وانا بقول لك ينفع يعني ينفع. ادخل قول للباشا بتاعك ان انا مش هدخل له غير لما يكون الكلب بتاعي معايا. يا دليل اسود يا دليل الطين يا اخوانا، شوفوا لكم صرفه في الجدع المجنون ده. ايه ده بتقول عليا انا مجنون يا صعلوك يا متخلف؟ كرايه يا جدعان، هي ناقصه كوارث؟ معلش حقك عليا يا سمو الامين، ما يقصدكش انت طبعا. امين سجاك. ايوه امين يا غبي، انت فاكرني ايه افندي ولا عسكري عندك؟ ادخل قول للباشا بتاعك انا مش هدخل له غير لما يكون جاك معايا. يا عالم دماغها هتنفجر. سوري جاك، سوري سوري يا حبيبي. معلش يا سمو الامير، معاكش موبايل؟ موبايل لا للاسف، خدوا كل الموبايلات. سي دوماج، الموقف ده لو اتشير على الفيس هيقلب الدنيا. اللي يشوفك دلوقتي ما شفكش الصبح خالص. البركه فيك يا بطل، رجعت لي روحي في غمضة عين. انا اللي رجعت لك روحك يا سلمى، امال انت عملتي ايه؟ انا بدات اقلق على فكره، بابا اتاخر قوي. ما تقلقيش قوي كده، زمانه جاي يعني. وراحت فين الدكتوره دراكولا دي؟ تلاقيها راحت تتصل بصاحب المخروبه دي عشان يلحقها ولا حاجه. براحتها بقى، خليها تكلم اكبر راس في البلد دي. بس اقول لك الحق، انا قلقان من حكايه تاخر بابا دي. قصدك ايه؟ انت يعني ما حطيتيش ولا احتمال ولو صغير حتى ان يكون بابا هو اللي دخلك هنا وما عرفش ما تهزرش يا دكتور. بقول لك اللي هو جابر ده اكيد لي انه كلم بابا وهو ما يعرفش حاجه عن وجودي هنا وهيجي يخرجني حالا. فكك من الحوار الفاكس ده وهات لي سجاره. سجاره؟ ويا ريت لو كانت بني بقى، هتبقى واو. ثانك يو. ميرسي ميرسي جنرال. العفو يا سمو الامير، احنا زدنا شرف عظيم النهارده. شرف ليا انا يا فندم. انما يعني سعادتك ما قلتليش يعني ايه سبب تصميمك على وجود الكلب معاك، قصدي يعني مستر جاك. ها اتس ا بروميس. بروميس؟ اها. انا قصدي اقول لسعادتك ان في وعد قديم قوي بيني وبين جاك، ان لا انا اسيبه ولا هو يسيبني. الله ونعم الصداقه يا فندم. يعني افهم من كده ان جاك كان بيدخل معاك اوضه الكهرباء؟ اوضه الكهرباء ايه؟ انا مش فاهم. لا يا مراد باشا، انت فاهم كويس قوي. زمايلك اللي هنا حكوا لي على جلسات الكهرباء والتعذيب. يا سعادتك غلطان. يا سلام، دول مش زمايلي. ايوه دول شغالين عندي هنا في القصر، والحقيقه اللي بيغلط فيهم انا بعذبه. اه يا سمو الامير، انا مقدر احساسك وعارف ان مكانتك وعزه نفسك هتصعب عليك الاعتراف بالحقيقه.
حقيقي يا فندم، وانا متهم ولا ايه؟ لا طبعا يا فندم مش متهم ولا حاجه ابدا. سعادتك مجني عليك، وانا هنا عشان ارد كرامتك اللي اندهست تحت رجلين العصابه اللي هنا. انا مش فاهم مراد باشا. ارجوك تساعدني، انا شفت اثار التعذيب على جسم زمايلك، لازم تثق فيا وتحكي لي. احكي لك عن ايه بالظبط؟ على كل حاجه حصلت معاك في الزفت ده. وده هيفيد سعادتك في ايه؟ هخرجك من القصر الملعون ده وارميهم في السجن. مش هيحصل. ليه مش هيحصل؟ لانه محدش هيصدقك ومحدش هيسمعني. اي محضر سعادتك تكتبه ما تقول فيه الكلام ده هيقولوا عليك مجنون. صدقني هيقولوا على سعادتك مجنون مجنون مجنون. احمدك احمدك واشكر فضلك يا رب. الله اكبر الله اكبر. دعيتي واستجاب لك يا بركه يا ست الناس. رحمته واسعه قوي قوي، رحمته واسعه قوي. ده انت ياما صمتي وصليتي وكشفتي وشك وترجتيه. حبيبي يا رب احمدك واشكر فضلك يا رب. انا حاسه انه هيسامحني. ما هو ده عشمي فيكي برضه يا ست الكل. عشمك في ايه؟ انك تسامحيني يا حاجه فضل، وحياه النبي تسامحيني على اي حاجه وحشه صدرت مني كده ولا كده، زي ما ربنا عافى عنك وكتب لك الفرج. مسامحاكي يا توحه، مسامحاكي من كل قلبي، بس اخرج من هنا واشوف النور. لا هتخرجي، من ناحيه تخرجي هتخرجي، ده الباشا قلب الدنيا عليهم وحلف ليخرجكوا كلكم. بس انت بقى ما تنسيش توصي عليا وتقولي له ان توحه دي بريئه وغلبانه وعبد المأمور. اهلا يا حاجه فاطمه. معلش يا باشا انا اسفه. مفهوم مفهوم. اتفضلي يا حاجه فاطمه السباحي. معلش بس ما اقدرش. ما تقدريش ليه؟ هو القعاد قدامي كمان حرام؟ لا بس قالوا لي كان في كلب قاعد هنا. الحقيقه الكلب كان قاعد على الارض مش على الكرسي. الحمد لله. انت ايه حكايتك بالظبط؟ تقوليش اكونش ايه يا باشا؟ انا ماليش دعوه بحد خالص، انا معرفش حد، انا تعبت يا باشا، ده انا قلت انك هتنصفني، حرام عليكوا بقى حرام. انا عايزك بس تهدي يا سلمى، القلق ده ملوش لازمه خالص. ملوش لازمه ازاي؟ اللي هو جابر ده قال لي باباكي جاي بعد ساعتين، دلوقتي عدى 8 ساعات على الكلام ده والليل دخل علينا. يا ستي ده جاي من سفر والغايب حجته معاه. يوووو يبقى هاتولي اي تليفون اكلمه. ما قلت لك ما ينفعش، التليفونات كلها خدوها عندهم. مين اللي خدوها عندهم؟ انتوا بتستهبلوا عليا ولا ايه؟ انتوا ناسيين انا بنت مين واقدر اعمل فيكوا ايه؟ ممكن تهدي؟ اهدي يا سلمى، قد اللي بتطمنيني من الصبح في ايه؟ انا اعصابي مش مستحمل حاجه خالص. ارجوك يا دكتور ارجوك، انا عايزه لاين. لاين ايه؟ ايه لاين ايه؟ انت عامل نفسك مش فاهم؟ انتوا مش بتعالجوا مدمنين هنا؟ اكيد عندك لاين كوكا او بيسا او اي حاجه من الزفت ده. طب اهدي اهدي يا سلمى، انت جسمك كله متنفخ. اهدي اهدي، تعالي 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 اقعدي. انا مش شايفه قدامي حاجه خالص. مستحيل. دي هي. هي مين؟ العفريته. عفريته ايه بس؟ العفريته اللي شفتها في القصر. سخوة سيبني يا دكتور ارجوك ارجوك، انا ما صدقت لقيتها. ارجوك يا دكتور حسن اسمعني بسرعه. ارجوك يا دكتور حسن. ايه ده انا هريحك دلوقتي، هتختفي تاني ومش عارفه اشوفها. انا هريحك. سامحيني يا سلمى، سامحيني. هم قبضوا على حد. هتخرجي يا سلمى بس لازم تتعالجي الاول. مازن مش انا اللي عملت الكدبه دي وخططت لكل حاجه علشان باباها يعرف ان انت مت وينتهي الحوار. كل واحده عايزه تشهر نفسها تطلع تمثل وتجيب لنا احنا ضغط. احنا بنخدع نفسنا علشان نعيش من غير هدف. ازاي البوليس يمشي من غير ما يخرجوني؟ كل ما بتحكي لي على اللي حصل لسلمى الدنيا بتسود اكتر. اللي سعادتك بتقوله ده خطير جدا. انا ما اقدرش اعتذر،
مصر كلها مستنيين. املي القصر ده كله زغاريد. انت تقصد ان انا اتجننت؟ علاج بنتي محتاج لطاقه امل. مين الحيوان اللي عاوزه تشهد دي؟ انا قلبت عشان ما بحبش الحال المائي. ما ماتش لسه عايش يا اكرم.